الوجود السوري غير الشرعي في لبنان كان محور المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معرب. جعجع الذي بدأ كلامه بتأكيد تعاطف القوات اللبنانية مع الشعب السوري وثورته الحقيقية، ميز بين الوجود غير الشرعي للنازحين والوجود الشرعي للمواطنين السوريين حاملي الإقامة الشرعية. وإدراء لا أفق لحل الأزمة السورية ما ينذر باستمرار النزوح، ذكر جعجع بأن لبنان وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات رسمية موقعة بين لبنان والأمم المتحدة بلد عبور وليس بلد لجوء، وبالتالي علينا اتخاذ قرارات تحمي الوطن. تجربة مستقبلنا، مستقبل أولادنا عم بتجرب البلد، عم بتجرب وضعيته في الوقت الحاضر، عم بيعرضوا لك كل أنواع المخاطر. قلوا لي شغلة صغيرة، ربنا ستر، عم بحكي جد، ربنا من عنده ستر انه بها 13 سنة ما التقى اي طرف اقليمي اوكي يعني ينتبه لهالواقع ويحط الامكانيات اللازمة تيسلح هاللاجئين السوريين يلي بلبنان. بس افترضوا التقى طرف اقليمي عطى الواحد منهم مش 100 دولار، 50 دولار، وعطاه برودة وفرد، بربكم بتعرفوا المليون و700 ألف لاجئ غير شرعي، بتعرفوا هو كم مسلح بيطلعوا؟ بالقليل 200 ألف مسلح، قد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكل القوى. شو بنعمل؟ إيه؟ جعجع قسم المسؤوليات بين مركزية مباشرة تتحملها الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية ولا مركزية تتحملها البلديات. المسؤولية الأولى بموضوع اللاجئين السوريين تقع على الأمن العام، لأنه هو المسؤول بقانون 63 على اعطاء الاجازات وعلى الدخول لبنان والخروج منه والاقامه فيه، هو المسؤول. وبالقانون مثل ما قلت قرار الترحيل هو قرار اداري يتخذه الامن العام انفاذا للقانون، اوكي؟ الامن العام بشكل اساسي هو المسؤول. قوى الامن الداخلي والجيش كمان مسؤوله انه بس تشوف مطرح حدا مخالف سوري ما عنده إقامة بتاخذه بتسلمه للأمن العام. رئيس حزب القوات قدم قضاء بشري نموذجا عن عمل البلديات في تنظيم الوجود السوري الشرعي في لبنان، ودعا اتحادات البلديات كافة إلى التعاون في هذا المجال. مثلا بقضاء بشري، لأنه البلديات موجودة ولأنه في النائب ستريدة جعجع يلي لعب الدور رئيس الحكومة وزير داخلية فوق، ما هيك؟ والبلديات الموجودة بقضاء بشري بلديات يا قوات لبنانية يا متعاطفة ومتعاونة مع القوات اللبنانية، خلال 6-7 أشهر انتظم الوضع كليا. بدأ البعض ينبش تصاريح قديمة للقوات اللبنانية والمسؤولين يلي كانوا سابقا عم بيرحبوا بالوجود النازحين. اليوم ما الذي تغير؟ هل لأنه الموس وصل إلى رقبة القوات اللبنانية؟ تحركت القوات اللبنانية؟ في عنا سوس كبير بالسياسة اللبنانية اسمه محور ممانعة من جهة والتيار الوطني الحر. إذا بدكم ضلوا ماشيين بمنحيهم حرير رح يلبس لبنان كله سوا. مين كان بالحكومة بربكم بين سنة 2011 و2014؟ قالوا نعم بعد يحكوا، وصلوا البلد لآخر جهنم بعد قالوا نعم يحكوا. مثل قلنا وقتها قلنا يا خي هون الناس هربانين من تحت الحرير، خلينا هلا يفوتوا، خلينا وتنشوف. سمعوا منا نحن، ما هيك؟ طيب ليش هن يمارسوا صلاحياتهم؟ في البعض بيقولوا اه تطلع نحكي مع بشار الاسد، غي اول واحد ما بده يوم بشار الاسد بدك تحكي مع بشار الاسد، انت شيلهم حطهم على الحدود، من هون يقول رايح كل واحد يتحمل مسؤوليته، هن مواطنين سوريين. جعجع الذي دق ناقوس الخطر وحذر من تحول ازمه نازحين الى ازمه وجود لبنانيه، اكد ان اي تقصير من قبل الاجهزه الامنيه والسلطه السياسيه والبلديات في تنفيذ القانون وتنظيم وجود النازحين في لبنان سيجابه لاحقا بعدم السكوت واعطاء الحق للمواطنين لتحمل المسؤوليه الوطنيه.